أشرف عجلان، عرف نفسك. أنا أشرف عجلان، محامي مصري، يعني أتشرف بأن أقدم نفسي في خدمة هذه القضية. هل حضرتك تكون السبب في عدم إذاعة المحاكمات علانية وعلى الهواء مباشرة، وأنت تكون تسببت في حرمان الشعب المصري بل العالم أجمع بعدم متابعة محاكمة زي محاكمة حسني مبارك وهي محاكمة القرن كما يقولون؟ يعني سؤال يعني ذات مغزى، ولكني يعني أريد أن أجيب عليه بهذه الطريقة. أولا، لا يجب أن يكون في مثل هذه المحاكمة محامي أو مجموعة من المحامون أو المحامون على الإطلاق هم السبب في مثل هذه الإجراءات. أولا، أنا لست هذا السبب. فكما تعلمون في جلسة الأمس بدأ الزملاء يحاولون أن يفرضوا وجودهم، لأنهم أشعروا بعد عديد من الجلسات أنهم يتعاملون على أنهم غير مرغوب في وجودهم، يعني شيء بطريقة أو بأخرى، فبالتالي اضطروا إلى فرض وجودهم على المحكمة، ولم أكن إلى الحلقة الأخيرة في هذه الحلقات المتتابعة. ولكن ما كان يجب أن يكون محامي أو عدد من المحامون هم السبب في مثل تلك الإجراءات، فلا يذهب محامي إلى جلسة المحكمة إلا للدفاع عن موكله، ورئيس المحكمة أيا كانت المحكمة هو صاحب الكلمة العليا في إطار القانون في تحديد النظام الذي يجب أن تجري عليه المحكمة. السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الدائرة الخامسة قرر اليوم أنه يراه من كثير من المستحيلات أن يسمع مئات أو 100 محامي وراء بعض، ولكننا لنا تجارب مع القضاة في المحاكم الجزئية الذين يبحثون أكثر من 800 بل أكثر من 1000 قضية في نفس اليوم، وبالتالي يسمعون محامي الطرفين وعددا وكثير في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بعدد من المحامون في كل قضية وليس محاميان. فبالتالي ما كان يجب أن يكون المحامون حجة للوصول إلى هذا الهدف. سؤال أخير، هل يوجد أمل في إعادة بس المحاكمات مرة أخرى؟ طبعا ده يعني نسعى إليه، لا لشيء إلا لأن مصر كلها قلبها يدني على فلذات أكبادها الذين قتلوا في هذه الثورة، ونتمنى أن على الأقل أن يكون لديهم نافذة على هذه المحاكمة حتى يستطيعوا أن يتابعوا ما يجرى بداخلها. شكرا. شكرا، تحت أمرك.